يعني كيف قرأت المشهد دكتور كريم وأنت عضو في حملة المرشح عبد الفتاح السيسي؟ أولا أستاذ نشأت، يعني في البداية أنا حابب أوجه الشكر للشعب المصري على هذا المشهد الرائع اللي حضرتك ذكرته النهاردة. إحنا النهاردة المصريين بيضربوا أروع الأمثلة كالعادة حقيقي في الاحتشاد أمام الصناديق، دعما زي ما سيادتك ذكرت للدولة المصرية، لأنه الانتخابات المرة دي ليست اختيار لمرشح ولكن اختيار للدولة المصرية، ولكن وقوف بجانب الدولة المصرية في جميع قراراتها خاصة القضية الفلسطينية. النهاردة سيادتك ذكرت احنا من الساعات الأولى في الحملة رصدنا الحشود الكثيفة على اللجان وخاصة من الشباب والنساء، واللي لفت نظرنا أكتر الحشود اللي موجودة في المحافظات الحدودية اللي غالبا ما كانش بيبقى فيها احتشاد يعني او كثافة. المرة دي احنا شايفين انه من اكثر المحافظات اللي فيها حشود هي المحافظات الحدودية، وزي ما سيادتك ذكرت الشباب هم عنوان هذه الانتخابات. الشباب احس بقيمته، الشباب ممكن ما يعني في هذه الفترة من الحكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحدث ان ممكن الشباب مثلما ممكن الشباب في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقي كمان انه احنا كمان لاحظنا حشود من النساء ومن ذو الهمم، وده لو انعكس علينا ينعكس على اهتمام الدولة بهذه الفئات. على قد ما هنهتم بهذه الفئات يا استاذ نشأت، على قد ما الناس دي هتيجي ترد الجميل للدولة. ده اللي حصل قدامنا وكان المشهد واضح للعالم كله. الكاميرا ما بتكذبش، الصور ما بتكذبش، الحشود اللي موجودة من منذ الساعات الأولى في اليوم الأول خير دليل على أنه مصر وشعبها وشبابها بخير. الناس فهمت وعندها من الوعي بعد الأحداث الأخيرة والتحديات اللي واجهت الدولة المصرية، كان في رد واضح، لا احنا عارفين اللي بيحصل، لا احنا فاهمين ما يحاك ضد هذه الدولة، واحنا قد المسؤولية، واحنا مع الدولة المصرية وهنوصل الرسالة للعالم كله. وده اللي حصل النهاردة واحنا متابعين من اول اليوم حتى هذه الساعات. ويمكن اللجنة العليا منذ قليل او منذ ساعات اعلنت انه حتى الساعة 2 الظهر كان نسبة التصويت تخطت 5 مليون، وده مؤشر يدل انه يعني النهارده الارقام هتتخطى توقعاتنا. واحنا حقيقي بننافس نفسنا في الانتخابات اللي فاتت واللي قبلها، احنا بننافس ارقامنا، احنا عايزين نكسر كل الارقام اللي فاتت. دكتور كريم، يعني بكل التوفيق للشعب المصري خلال هذه الجوله الوطنيه، واعتقد انه حملات الساده المرشحين الاربعه يعني على قدم وساق وكل شغال، وانا عندي تصريحات مهمه جدا. بشكر الدكتور كريم سلام عضو الفريق الخاص بالمرشح عبد الفتاح السيسي.